السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. اليوم تغطيتنا بتكون توايلايت، أحدث بار ولاونج موجودة في جدة، تحديداً بحي النعيم طريق الأمير سلطان. اليوم بيكون تغطية خاصة لكم مع خصم 50% على المأكولات و 20% على البار. إن شاء الله التغطية تعجبكم. السلام عليكم وحياكم الله في توايلايت بار لاونج، محل ما نبقى نغير فكركم عن المشروبات. بالنسبة لتوايلايت بار لاونج عبارة عن بار لاونج غربي من ناحية الجو العام، الأغاني والمشروبات اللي بنقدمها. من المشروبات اللي بنقدمها عندنا 5 أنواع نبيل حلال، منه نوعين أحمر ونوعين أبيض وواحد روزيه. طبعا الفرق بين الأحمرين وبين الأبيضين إنه العنب إنه واحد عنبه من فرنسا وواحد عنبه من إيطاليا، ونفس الشيء في الأبيضين. الروزيه عبارة عن خلطة بين العنب الأبيض مع العنب الأحمر. دحين نبغى ندوقكم الروزيه، ثاني اكثر مفيد ماشي عندنا. طبعا الروزيه يقدم بارد عكس الاحمر اللي يقدم على درجه حراره الغرفه. دحين نجرب هنا النبيذ الاحمر الفرنسي، في نسبه بسيطه من السكر. طبعا بالنسبه للبيره ما ينفع نكون بار محترم بدون ما يكون عندنا بيره درافت، فعندنا بيره المانيه. الناس اللي ما يحبوا البيره ساده طبعا احنا نقدر نضيف لهم عليها نكهات، عندنا اكثر من 19 نكهه نسوي لكم الكسره اللي تبغوها. بالنسبه للمقاسات للبيره عندنا مقاسين كاسه، اللي هي كاسه الكبير اللي هو الباينت، وعندنا سكونر اللي هو الكاسه الصغيره. لو مره تبغوا تقربعوا ولا تبغوا تروا عطشكم مظبوط، عندنا لتر فاصلة 8 برج وبرج 3 لتر تنبسطوا عليه لغاية الفجر. التفاح الأحمر والرمان. وإحنا طبعا هنا في توايلايت جبنا لكم أكلات شعبية من 4 بلدان مختلفة.